بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إخواني في الله، نتكلم عن الأعمال الصالحات. We want to talk about the good deeds وأنها سهلة and that they're easy وأنها سبب لدخول الجنة and that is the reason for us to enter into Jannah. ما هو بجمالك ولا مالك يا أخي. It's not because of the beauty on your face and not because of the money in your pocket. لا، دخول الجنة بالعمل الصالح. Entering Jannah is by your good deeds. اسمع إلى هذه الآية يا إخواني في الله، يا أخي في الله. Listen to this verse. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Those who believe and they do good deeds, we don't place on any soul a burden more than it can bear. They are the people of Jannah. They're abiding for it, in it forever. والذين آمنوا وعملوا الصالحات قبل أن يذكر الجزاء. Allah subhanahu wa ta'ala يذكر هذه القيد. لا نكلف نفسا إلا وسعها. قبل ذكر الجزاء، نعم. Before Allah سبحانه وتعالى mentions their reward, he stops. Comes with another topic. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ What about them? And those who believe and they could do deeds. قبل ذكر الجزاء. Before mentioning their reward. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا Hey, wallah, we don't place a burden on the soul more than it can handle. Just what you can handle. فلا بد من العمل. والله سبحانه وتعالى وصف أصحاب الجنة بالعمل. الله سبحانه وتعالى described the people of Jannah with good deeds. والله سبحانه وتعالى يذكرهم بعد دخول الجنة. الله سبحانه وتعالى mentions them after they enter الجنة. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين هم العاملون سماهم الله بعد دخول الجنة عاملون نعم وقال الحمد لله They said all praise be to Allah صدقنا وعده He kept his promise for us وأورثنا الأرض He gave us inheritance of this world نتبوأ من الجنة حيث نشاء And we go around Jannah wherever we wish نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ This is the blessed reward of the workers, the doers, الْعَامِلِينَ نعم. والله سبحانه وتعالى يقول إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أين العاملون؟ حاجتك يا عبد الله عمل أنت في حاجة إلى عمل نعم والله إن هذا لهو الفوز العظيم This is the great prize لمثل هذا في الجنة تعرف ما معنى هذا؟ هذا هو اسم إشارة الله سبحانه This is إشارة إلى الجنة This is إشارة point إلى الجنة لمثل هذا for the likes of this لمثل هذا for the likes of this فليحمل العاملون Let the workers do their work أين العاملون؟ أنت في حاجة إلى عمل. You need work. You need good deeds. بشتى أنواعها كثيرة. هي كثيرة أنواع أشكال. صلاة. اختار. نعم. والله سبحانه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر أن هذه الأعمال التي تبقى معنا في الآخرة مالك ولا بيتك ولا مفاتيحك تدفن معك. نعم. Not your money, not your house, not even the keys you belong. Not even your keys are going to be buried with you. Not even your keys. ولا أوراقك ولا none of your papers. الممتلكات تنتقل إلى ورثتك. All your possessions and all your belongings, they go to your inheritors. مسكين أنت تحت العمل. You need good deeds. نعم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يتبع الميت ثلاث
Three things follow the dead person: ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa antum ta'rifun al-hadith. His money, his family, and his wealth. فَلِيَرْجِئْ إِثْنَانْ وَيَبْقَى وَاحَدْ. Two things come back, and one thing stays. يَرْجِئْ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. His money and his wealth come back. وَيَبْقَى عَمَلُهُ. His deeds, يَبْقَى مَعَهُ. حِفْظُهُ الْقُرْآنِ. نَفَقَاتُهُ. كل هذه الأعمال, حج وعمره, غفران ومسامحة, بر الوالدين. All these good deeds remain with him in his grave. Remain. The deeds, they remain. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله. خلاص انتهى الوقت. When somebody dies, his good deeds are cut off. There's no more. There's no more opportunity. فاتت الفرصة. The opportunity is over. إلا من ثلاث. Except three kinds. Three kinds of deeds. نعم. صدقة جارية. صدقة that you do. And it continues. أو علم ينتفع به. Knowledge that you left behind. Students, books, knowledge. وولد صالح يدعو له. Or righteous son. That makes dua for you. فلذلك يا إخواني في الله, في بعض الآيات الله سبحانه وتعالى يسمي الأعمال باسم آخر. In some of the ayats, Allah calls the good deeds something else. اسمع. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات. الباقيات. والباقيات الصالحات. كل الآيات الأعمال الصالحات, هذه الآيات الباقيات الصالحات. خير عند ربك ثوابا وخير عملا. المال والبنون, money and children, زينة الحياة الدنيا. That's the beauty of this world. We'll say in Qatar, it's going to end. Allah says الباقيات الصالحات, the righteous remaining things, يعني الأعمال. Allah سماها باقيات. These remaining things, خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا. It's the best reward. ولكن ننظر إلى هذا. وَخَيْرٌ أَمَلًا. خَيْرَ مَا تَعْمَلُ. خَيْرَ مَا تَتَمَنَّى هُوَ عَمَلُ الصَّالِحِ. اسمع إلى الآية. The best thing you can desire is good deeds. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. أفضل ما تعمل. أفضل ما ترجو. خير ما تتمنى. والعمل الصالح. The best thing you can hope for. The best thing you can desire for. The best thing you can crave for is good deeds. فلذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بلال عند صلاة الفجر. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said to Bilal at Salat al-Fajr, حدثني بأرجى عمل. حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. Tell me the deed you had the most hope, the greatest hope and desire in it that you did in Islam. يا أخي أي عمل أرجى عندك؟ ماذا فعلت؟ ماذا تتعمد؟ من الأعمال. ها أنا فعلت شيء أرجع خلاص ما عندي. أستقول. Tell me أرجع عمل. What did you have the most hope in for the greatest reward? ليس أرجع استثمار. أثمى يعني أرجع دخل. لا. Not which one you have the best investment in it. The best profit in it. لا. Not dunya. حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. Tell me what reward you had the most expectation for. What deed? Since you entered Islam, فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. Verily, I heard your footsteps in front of me in Jannah. يعني كأنك تتعمد شيئا. It's like you're doing something on purpose and you're not now. فقبل أن نكمل الحديث, ما هو أرجع عندك يا عبد الله؟ اشتغل. تدخل الجنة بأي شيء؟ بجمالك؟ باسمك؟ ببطاقتك؟ حيث عندك؟ What you got? What you got? What you got? What you got? What you do? What you doing? ها! يا إخوان, الله سبحانه وتعالى جاء برمضان حتى نستيقظ من النوم.
Allah subhanahu wa ta'ala came of Ramadan so we could wake up from sleep. فقال بلال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجع عندي. I haven't did any deed that I expect the greatest reward with it إلا أني عني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك طهور ما كتب لي أن أصلي أربع ركعات ثلاثة يعني ستة أو ثمانية أو عشر ما كتب له صلى على الوضوء نعم بسبب أنه جدد وضوءا صلى ما كتب له أن يصلي نعم I did not make any wudu from the times of the day and night, any time of day, in the middle of the night, any time he makes wudu, he stops and he prays whatever Allah allows him to pray, according to his nishaa, according to his quwwa. إما أنت تعمل مثل هذا أو بالصدقة أو بحسن الخير أو بالنفقات أو بر والديك إحسان الفقراء اختار نعم if I whatever you want, do whatever you want to do. ويا إخواني في الله ما أحوجك يا عبد الله يا مسكين يا مسكين ما أحوجك إلى عمل الصالح. You need good deeds, يا مسكين. أنت مفتقر. يا إني. نعم. وصلى الله سبحانه وتعالى يعيننا جميعا على طاعته. وصلى الله سبحانه وتعالى زعيم صنم توفيقه إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.